تحت شعار الريادة لا تحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام، أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا عن انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في الأردن للسنة التاسعة على التوالي، تزامناً مع أكثر من 170 دولة حول العالم. إحنا من أوائل الناس اللي نظموا هذا الأسبوع اللي بيحتفلوا فيه من جميع العالم بنشر فكر الريادة بين الشباب، واللي بركز على عدة محاور: الشباب وتمكين المرأة وتوفير البيئة التمويلية للشباب الرياديين، بالإضافة إلى محور المدن اللي هو أنه تكون فكر الريادة متوجه مش بس بالعاصمة بل إلى جميع المناطق. فإحنا الآن السنة قمنا ب 650 فعالية بتعاون مع القطاع الخاص والحكومي. إحنا دخلنا معنا السنة وزارات، وزارة الشباب عملت أكثر من 100 نشاط خلال حوالي 78 شريك، اللي من خلالهم بنركز على مفهوم البيئة الريادية، اللي من خلال شركائنا وصلنا لأكبر عدد ممكن من الفئات اللي وصلوا إلى طلاب المدارس والجامعات. كما وتتخلل فعاليات أسبوع الريادة العالمي تنظيم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية وورشات العمل المتخصصة لتنمية روح الريادة والمثابرة لدى الشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمؤسسات الغير ربحية. ألا أبو حمدي، رؤيا.